السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلان جريد بيخلينا نتحكم في الشتات والملفات الموجودة في المشروع. أول ما بفتح الشاشة اللي هي الهوم الأساسية بيقول لي شيت، أقدر أضيف شتات أو أشوف الشتات الموجودة، وكذلك أقدر أضيف دوكومنتس. دلوقتي أقول له آد شيت، هيفتح لي الشاشة. أقدر أقول له أنا عايز، هل هو شيت جديد ولا فيرجن موجود قبل كده؟ فاقول له ده حاجه اصدار جديد. النهارده كام؟ النهارده 25 يناير. تمام. او اكسيستنج فيرجن، في اصدارات اتعملت قبل كده، ايشو فور كونستراكشن اكست. تمام. تبدأ بقى تختار الملفات، لما تختار من الكمبيوتر لما تختار من الكلاود. الكلاود يعني هيفتح لك بقى جوجل درايف، وهيفتح لك البوكس والدروب بوكس والوان درايف. هقول له سيلكت فروم كمبيوتر وابدا اختار الملفات الموجوده. وليكن مثلا دوت، فبيبدأ يرفع الملف بحيث ان الناس تقدر تراجع على اللوح اللي موجودة. طبعا كل لوحة من او كل صفحة بتبقى موجودة في ملف بحيث تقدر تشوفه بالشكل دوت. وهنا بيشوف اسم اللوحة وبيبدأ يكتبه هو اوتوماتيك هنا. تمام. بالشكل دوت. لو الاسماء مظبوطة خلاص بتقول له انا موافق عليها، لو في اي تعديل تبدأ انت تكتب التعديل دوت. هو بقى بيحاول يستنتج الشيت تايتل اند تاج، بيحاول يستنتج ده ان ده معماري مثلا. تمام. فدي من ضمن المزايا في البلان جريد. هقول له بابل شو بروجكت، يعني حطه الملفات دي كلها بحيث ان اي حد يقدر يلاقيها، اللي هم الناس الموجوده معاك في المشروع. اهمت الشتات هيت، اي شيت فيهم تقدر تفتحه. ممكن تقول له انا عايز اشوف الحاجات المعماريه. تمام. طيب اقول له انا عايز الشتات ده مثلا اشي فور كونستراكشن، تعال نشوف الملف دوت. تقدر تعمل مراجعة بحيث ان لو في اي اسئلة تبعتها لهم، في اي صورة تقدر تضيفها، في اي حاجة عايز تسجلها ستامب، في لينك عايز تحطه، عايز تكتب تكست. تمام. بالشكل دوت. بعد كده تقدر تعمل له داونلود او تعمل شير مع الناس. هل انت عايز شير للسناب شوت بس، ولا للشيت كله، ولا للتاسك ريبورت؟ بتبعت على الايميل اللي انت عايزه، تقول له ايه الموضوع كذا والرسالة كذا، وتروح بعت له الشيت كله. تقدر تعمل فلتر، تقدر تشوف المعلومات الخاصة بالشيت. كل ده بسهولة جدا من خلال البلان جريد. الملفات دوكومنتس، لو انت عايز تضيف اي ملفات سواء بقى صور، هو بيقول لك هتحطها في فولدر معين، تقدر تعمل فولدر. هتلاقي ان كل الملفات تقدر ترفع الحاجات ديت، يعني تقدر تختار صورة مثلا. تمام. هو يقدر يحطها في قلب الدوكومنتس. تمام.